وعبارة عن مكب نفايات غريبة. مدينة تتحدث، حتى قيم هاي المدينة تتحدث عن النظافة والزائر ونظافة ما أدري إيش، وإذا بها لا تستطيع أن توفر هذا الشيء. قد أتحدث مع المحافظ قد يقول أنه هذا ليس ذنبي، ذنب وزارات معينة، لأنه هذه مشكلة بالعراق. نحن ما زلنا نعمل باعتبار حكومة لا مركزية ومجالس محلية، لكن العقلية لا زالت مركزية، لا زالت بغداد تقرر أي شارع يبلط في كربلاء وأي شارع تحفر فيه مجاري. هذه مشكلة المدينة عبء عليها، وتشعر المدينة، حتى بعض أبناء المدينة عندما تسمعينهم يشعر أنه هو مجرد أداة، هو مجرد بيت قرر سياسي معين أن يدفع بهذه الآلاف، أو يشجع هذه الآلاف، أو زعيم ديني يشجع هذه الآلاف على الذهاب للمدينة أو زيارة المدينة، وإذا بيقول له افتح بيتك غصبا عليك. أكو شعور عند الناس بهذا الشكل، حتى هنالك حسرة أو مرارة. نعم. أنه لماذا مثلا مدن معينة نذهب إليها ودول معينة نذهب إليها ونعطي ضرائب للدخول إلى هذه المدن؟ مدن نعم. قريبة، إيران مثلا، ولماذا الإيراني يقرر سياسي معين أن يعفيه من هذه الضريبة، وإذا بكربلاء تتحمل مسؤولية هذا الشخص اللي قرر السياسي ببغداد أن يعفيه من الضريبة؟ طيب عفيته من الضريبة، وفر للمدينة ما تخليها أن أهل لاستقبال هذا الشخص. طيب ست لمعان، أود الحديث عن موضوع الدماء التي أريقت بسبب الحرب الطائفية. رغم ذلك ورغم كل التضحيات، أيضا كان هناك تضحيات سواء بسبب حرب طائفية أو بسبب تنظيم القاعدة وإلى آخره، رغم كل ذلك العملية السياسية مستمرة، التحول الديمقراطي مستمر. هناك من يرى بأن المواطن العراقي واعي أكثر من السياسيين، بالتالي لم يستسلم لهكذا مصاعب. أنت ماذا تقولين؟ من المعروف أن المواطن العراقي صاحب تجربة في شتى المجالات، وخصوصا المجالات السياسية، ولكن الغريب في هذا الأمر أن تجربة الانتخابات في العراق هي ثقافة حديثة دخلت للعراق، لذلك استيعاب مفهومها وطريقتها وأسلوب أدائها هي هذه مشكلة المواطن العراقي. لذلك في كل مرة يهيئ المواطن العراقي قاعدة جديدة وفتح صفحة جديدة للانتخابات، على الرغم من أن المرشحين، وبصفتي مرشح، نمر حاليا في حالة شبه يأس من المشاركة في الانتخابات، إلا أنه قدرة المرشح الثابت القادر على عرض برنامج السياسي وبرنامج الانتخابي بشكل كفوء للناخب وتهيئته لمرحلة الانتخابات توفر فرصة لكل المرشحين لكسب أكبر عدد من الأصوات في العملية الانتخابية. بما أنه إحنا نتحدث عن وعي الشارع العراقي، كونك أستاذ عماد أحد المواطنين العراقيين اللي رغم كثير من التحديات اللي مروا بها هو مصر على أنه يبقى بهذا البلد، وأنت أجيت من الخارج وأصريت على البقاء عكس اللي هاجر بعد الأحداث الأخيرة، وهذا شيء طبعا إيجابي يحسب لك. هل كنت راهن على هذه اللحظة، لحظة هذا التحول الديمقراطي فبقيت؟ كان عندك أمل بالأفضل فبقيت؟ حقيقة حتى قرار المجيء يمكن كان مجيء جزء من عمل لتغطية أحداث الحرب إعلاميا، لكن لحظة الوصول لهذه الساحة وهذا المكان ما أدري، اتصلت بمؤسستي وقلت بعد ما أقدر أرجع. ليش؟ مجنون؟ ما أدري إيش؟ قلت لهم ما أدري، ما كنت مقرر، بس حاليا ما أقدر أرجع، أشعر أنه هذا المكان ما أقدر أتركه. لكن التحدي كان، التحدي لما تتحدثين للآخرين، لما أرجع للبلد اللي جاي أنا منه مثلا، تحدي كأنما أشوف بعيون الآخر يقول لي ده تزرع شتلة راح تموت، مجنون أنت، هاي راح تموت، لا أكو جو مناسب إلها، ولا أكو ماي كافي إلها، ولا أكو شمس راح تطلع عليها، راح تموت. فرح هذه الأيام، يعني حتى فرح هذه اللوحات اللي وراي، أنا هاي الساحة تذكرني بشخص واحد وحرفين من اسمه على كل هاي الأعمدة، صاد حاء مثلا. الساحة حاليا صار شكلها مختلف، يعني صارت حتى ألوانها مختلفة، كأنها زهور صارت أكثر من لون وأكثر من شكل. البقاء هنا، الشارع إيش قد تغير؟ إيه نعم تغير، لكن بعد يراد. يعني حتى التيار اللي نقول عليه التيار الديمقراطي، اللي نفترض التيار الليبرالي افتراضا أو العلماني ما يصلح عليه بعض الأحيان، أعتقد ما زال أمامه الكثير كي يعمل في داخل العراق، لا أن يقول فقط أن يضعها إذا
الانتخابات ما أحد يتدخل بها إحنا راح نفوز. هاي الإذا كأنما الآخر عنده شك بداخله أنه ما راح يفوز وحاطها يعني قارنها أو شارقها بالإذا. طبعا تحدث على موضوع العملية الانتخابية والأداء المفوضية بهذا الموضوع، تحديات ربما اللي تواجه التحول الديمقراطي. مشاهدينا فاصل، نعود بعد الفاصل لنكمل هذه التغطية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات من ساحة الفردوس. راجعي، أهلا بكم من جديد إلى حلقتنا اليومية من برنامج من العراق، والتي نقدمها اليوم من ساحة الفردوس. قبل أن أكمل الحوار مع ضيفي، نتحول من جديد إلى منتظر. منتظر طبعا موجود اليوم بكربلاء، راح يحدثنا هسه خلال هذا التقرير عن توجهات الشارع هناك. إليك منتظر. في هذا المكان من كربلاء ومن منطقة ما بين حرمي الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس، نستطلع آراء الشارع الكربلائي في من سيختار في انتخابات مجالس المحافظات. لا مرحبا. من راح تنتخب؟ رئيس قائمة رئيس الوزراء. ليش؟ لأن هي أحسن قائمة ومقتنعين بها، مقتنع بها. شكرا. أهلا وسهلا. إن شاء الله. من راح تختار؟ نور المالكي. ليش هاي القائمة تحديدا؟ لأنه هو سوى شغل وقدر أنه يسوى أمان بالبلد، فما بقى شيء سهل يعني، شيء قليل. شكرا. مرحبا. أهلا عمو. أهلا وسهلا. من راح تنتخب؟ والله أنتخب إن شاء الله 307. أحب التغيير وأحب جيش المحافظة السابق ما تشغل المحافظة، يعني ما سوى طموح المحافظة وللمواطنين المحافظة. ليش هاي القائمة تحديدا؟ هاي بعد أنا تقريبا منتمي لها. شكرا. مرحبا. اهلا وسهلا حبيبي. راح تشارك بالانتخابات؟ ان شاء الله لازم نشارك بالانتخابات ونروح ننتخب القائمه اللي تمثل الشعب وتقدم خدمه للمحافظه المقدسه ان شاء الله. ليش راح تنتخب قائمه جديده؟ القوى اللي كانت الان موجوده في مجلس المحافظه يعني ما ادت الدور عليها ام ماذا يعني؟ شنو السبب؟ والله هي ننتخب القوى الجديده افضل من القديمه، لان هي هاي معنى الديمقراطيه. يعني ذول الجدد إن شاء الله نطمح أن يقدمون الخير والنجاح لهذه المحافظة المقدسة، أما القوى القديمة يعني ما قدموا في شيء. شكرا حبيبي. يا أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا. مرحبا. راح تشارك بالانتخابات؟ نعم أشارك بالانتخابات. أي قائمة راح تنتخب؟ قائمة الديمقراطية الأول. ليش؟ حسب معرفتي بهم ناس وطنيين ويحبون يخدمون بلدهم ومدينتهم. شكرا. بعد ان استطلعنا راي الشارع الكربلائي، في من سينتخب؟ عوده اليك سهير. نشكر منتظر وأعود من جديد إلى ضيفي هنا في ساحة الفردوس. أبدأ معك سيد عماد. القوى الليبرالية واليسار العراقي تحديدا كانت تعتبر المحافظات مثل كربلاء والفرات الأوسط كانت هي خزان هذه القوى الليبرالية واليسار العراقي. ليش تراجعوا بهذه المحافظات مقابل الأحزاب الدينية؟ وإحنا هنا بس نذكر مشاهدينا أنه إحنا مو ضد الأحزاب الدينية، ولكن ضد غياب قوى مهمة مثل هذه القوى اللي يعني كانت جزء من وعي وثقافة العراق. ليش تراجعت هذه القوى؟ حقيقة ساعد عليها أكثر من ظرف. أولا تراجع هذه القوى نفس